انا عارفه انك ما بتقبلنيش، بس انا هقول لك على حاجه تعرفك ان انت اللي تفرج لي مش اي حد تاني. حاجة ايه ده؟ اصل سمعت بكري بيقول لطايل ينقل ام غفران من المكان اللي هي فيه لمكان تاني من وراك، وانت مخبي عنده؟ ما تفهمني الموضوع. الموضوع انك طلعت جدعة قوي بالتأدب. ده انا فيها حاجات كتير قوي حلوة، بس انت اللي مش فاضي تشوفها. غبي غبي واخد الحق سرقني. اوعى الكلام اللي سمعتيه ده هيطلع بره ولا حد يعرف. بقول لك مش فارق لي حد غيرك، وعايزه ابقى سرك وامانك وجاريتك كمان لو عاوز. كنت بسمع عنك كلام كتير قوي عفش، لو اتوزن يعدي الطن، بس ما حدش طلع عارفك صح. بحس نفسي انا الوحيده اللي عارفه اشوف واحد كل الناس شايفاه من بره وشايفه اللي بيعمله، بس ما حدش عارف بيعمل كده ليه. يا ابو يا دهب، انت كانك دخلت جوا قلبي وقلت لنفسي كل الناس تقوله، بس انا كده اخاف منك. ايوه اخاف، ما بحبش حد يبقى فاهمني للدرجات. اوعك تخاف مني انا بالذات، ده انت مجنني من يوم ما شفتك. انا عايزه افضل جنبك على طول، ابقى خدمتك وانت سيدي، اخدمك واوكلك واخلي بالي منك وارقص لك. حضنك دافي قوي يا بنت دهب. انت حضنك اتفه. يخرب بيت ابوكم، انتوا بتنيلوا ايه؟ تغضب ربنا؟ ايه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ عيب عيب ايه وزفت ايه؟ تخليت فيها عيب؟ هو احنا قصير ربنا يغضب علينا اكتر ما هو غضبان؟ يعمل فيك ايه تاني اكتر من كل هم اللي انت فيه؟ وطي حسك، هلطخ الكف على وشك. مش موطي حس. انت سكت لها ليه البت دي؟ بنت لما تبتك البعيده، هو انت ليكي عيب تفتحي خشمك كمان؟ يا ملجحلك على خلقه يا قرص جله، ده البرص بقى توفر. مين ده اللي بتقول لها كده يا خدامه ملهاش عازه؟ يا اللي ما عندك حاجه حتى تخلينا نشوفك. ده انت ما عندكيش اهل يا بت. ايوه ما عنديش اهل، بس عندي حاجات كتير اللي كيفك ما يشوفهاش. عندي كرامه وكمان عندي دم. انا سكت لك كتير. اللي هتفتح خشمها هضربها. حاضر حاضر يا سيد الرجاله، هسكت عشان خاطرك. عارف تضحك عليك كيف الولايه دي كده؟ روح يا دهب يلا روح. حاضر. هو انت رضعة من بهيمة فمخك طالع ليها؟ متضايق قوي اللي بوظت عليك اللحظة؟ بدل ما تشكرني منعتك تغضب ربك؟ اغضب ربي ايه؟ بتهبب ايه وبتقولي ايه؟ انا مش مفهمك قبل كده وجايلك. قلت لي ناخد كل واحد على جد عقله، مش ناخده في حضننا. اسفة اني قطعت لك الحضن. غوري من وش يلا. غرت يلا. حضن ايه اللي قطعت؟ ده حضن شميت فيه ريحة رجالة المحافظة كلهم. المحافظة 25 مركز، المركز 5000، ال5000 في منهم قول يعني 2.5 رجالة، 2.5. يا نهار طين. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.